حلقة جديدة اليوم من حلقات مفتش أبو جلمبو علي اللعيب ولد صغير وكان يلعب كورة بالشارع. وطبعاً كان في أصحاب محلات ثلاثة كانوا في نفس الشارع اللي موجود واللي بيلعب فيه في الشارع، وكان حيكسر الزجاج محل سلام الخياط. ومن ساعتها وأصحاب المحلات زهقانين منه، وعلشان أبوه طيب والناس كلهم يحبوه من كل قلبهم ما حد قادر يكلمه. كان جالس يلعب بالكورة كالعادة إلين ما نادته أمه. طبعاً علي ترك الكورة وطلع يتفرج على البرنامج، ولما نزل لقى الكورة مخرومة، وطبعا شك بأصحاب المحلات الثلاثة. لما سأل سيد منفاخ صاحب محل الكفرات قال: شوف يا علي أشقها لك، ما لك ابني، وشلون أنا ونسى لفقها لك وأبوك كمان صاحبي ها؟ أما محمد الكببجي يا يومي يومي قال: لا يابا، ترى أنا ما بطيت الطوبة، تدري أن أبوك الزبون مالي، ما يصير هيك. ولما سأل سلام الخياط قال: بص يا ابني، أنا صحيح مش طايقك ونفسي أخذ المقص وأخرمه، بس هاتها وأنا أعمل لك يا طاقية حلوة. المفتش أبو جلمبو: أقول قسم إني كفشته، أنتوا كفشتوه؟ أو أنا كمان عرفته. إذا أنت عرفت مين من هذولي خرم الكورة: واحد سيد منفاخ صاحب محل الكفرات، اثنين سلام الخياط، ثلاثة محمد الكبابجي، ارسل رسالة نصية على زين 74626 STC 847700 موبايلي 640660.